الآن الهمجي على أوكرانيا والهجوم على الأبرياء من الأوكرانيين من دون أي سبب سوى الترهيب. وطبعا ذلك الهجوم قد تصاعد حيث ضربوا ملاجئ الأيتام والمستشفيات والمعالم المدنية. والآن هو يحاول أن يستعمل الشتاء كسلاح، ولكن الشعب الأوكراني لا يزالون يلهمون العالم. وأنا أعني هذا، لقد لم تلهمونا نحن فقط، ألهمتم العالم بالشجاعة وكيف اختار شعبكم الصمود من أجل مستقبلهم. والشعب الأمريكي يقف بفخر معكم، الديمقراطيين والجمهوريين معا مع حلفائنا في أوروبا واليابان ودول أخرى، لنضمن بأن لديكم الدعم العسكري والمالي والدعم الأمني الذي تحتاجونه. وطبعا سنتحدث عن ذلك اليوم. ومع تعزيزنا لقدراتكم في الدفاع عن أنفسكم وخاصة الدفاعات الجوية، ولذلك سنقدم لأوكرانيا نظام بطاريات باتريوت، وندرب قواتكم أيضا لتدريبها أو لتستعملها بكفاءة. وأيضا نحن مع شركائنا نستمر أيضا في دعوة في الوقوف ضد الكرملين، وندعو لأن يتحقق السلام. الولايات المتحدة تقف مع الشعب العظيم لأوكرانيا، ونقف معكم، وأنت زعيم رائع وعظيم، ولقد أظهرتم شجاعة، وحتى مجلة التايم قالت إنك رجل العام، فأنت رجل العام، وحتى في الولايات المتحدة أنت رجل العام. إذن أرحب بك، وسنتحدث عن الكثير من الأمور، وإليك الكلمة. شكرا سيد الرئيس، من دواعي فخري أن أكون هنا ومع صحفيكم. شكرا لكم لدعوتكم. أردت طبعا أن السيد الرئيس طبعا يعرف بأنني لم أكن يمكن أن آتي لأن الوضع كان صعبا جدا، والآن جئت طبعا بما أننا سيطرنا على الوضع وبسبب دعمكم. أولا بسبب دعمكم، وأنا أفهم بأن لدينا مواضيع كثيرة نتحدث عنها، العديد من التحديات في أوكرانيا وفي أوروبا، من الطاقة إلى الوضع في أرض المعركة. ولكن قبل كل شيء أنا أقدم لكم امتناني العميق من قلبي وقلوب الأوكرانيين، كل الأوكرانيين من أمتنا، الأمة القوية. نثمن ما قمتم به وما فعلتموه من دعمكم الكبير وقيادتكم. طبعا أوروبا هناك دول كثيرة ساعدتنا وهي تساعدنا الآن، ولكن طبعا هذه هي قيادتكم. شكرا، شكرا قبل كل شيء، شكرا، شكرا جزيلا سيد الرئيس. وطبعا الشكر أيضا للحزبين، للكونغرس، وشكرا من المواطنين العاديين، أنقله إليكم أيضا لمواطنيكم الأمريكيين العاديين. نقدر حقا ما فعلتموه. أعتقد أنه من الضروري أن نفهم كلمة الامتنان، ولكن عليكم أن تشعروا بذلك في قلوبكم. شكرا جزيلا، شكرا، فأفخر بشدة أن أكون معكم. وأمس كنت في دونباس في باخموت، ذلك طبعا في شرق البلاد، وكل التفاصيل طبعا هناك الكثير من المكالمات لقيناها. وأود أن أعطيك شيئا، هناك رجل وهو بطل، هو بطل قائد، هو طلب مني أن أقدم كلمات، أقدم شكره للرئيس بايدن. إنه قائد لبطارية هايمرس وهو شجاع جدا، وقال أنقل تحياتي للرئيس الشجاع بايدن. وأقول لك إنه أراد أن هذه الجائزة الميدالية التي أقدمها لكم، نعم هذه منه يقدمها إليك. وهناك قائمة، طبعا أنا لم أقرأ رسالة، هو كتب هذه الرسالة، وهو طبعا يمكن أن يترجموها لك لاحقا. واسمه يمكن أن تتصل به؟ نعم نعم يمكن أن تتصل به. بافلوف بافلوف، نعم.
أقدر كثيرا هذه الهدية. شكرا شكرا. لقد قال إن العديد من إخوانه وطبعا أنقذهم الباتريوت أو أنقذهم الهايمرز. تابعنا مشاهدينا الآن جزء من اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة حالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم كل الدعم لأوكرانيا وعبر عن إعجابه بالرئيس الأوكراني وقال عنه أنه رجل العام. وبدوره الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قدم الشكر للولايات المتحدة وقال إنه بفضل الولايات المتحدة تم السيطرة على الوضع